فإن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تعتبر من أعمال القلوب، بمعنى أنها قربة وطاعة متعلقة بالقلوب. فكما أن للأيدي والأرجل والجوارح الأخرى أعمالا، كذلك للقلوب أعمالا. ومن أشرف أعمال القلوب حبها لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا أكمل من كل شيء، وله الكمال والجمال جل جلاله. وإذا كشف الحجاب لأهل الجنة عن وجهه تركوا النعيم الذي هم فيه من الجمال الذي يرون. الله له الكمال والجمال والجلال سبحانه وتعالى، وبديع السماوات والأرض، فما من شيء خلقه وصوره فكان آية في الجمال إلا دل على كماله سبحانه وتعالى. فكم من نعم ومنن تتقلب فيها آناء الليل وأطراف النهار لله وحده لا شريك له. وكم من نقم وشدائد وكروبات ومكائد دفعها الله عنك وحده سبحانه وتعالى. فجميع أسباب الحب مهيئة في الله سبحانه وتعالى. فحب الله هو أكمل الحب، وأجمله وأجله وأقدسه وأقربه إلى الله زلفا. ومن المحبة لله جل وعلا أن تترجم هذه المحبة بالمتابعة. فإذا تمكنت المحبة من قلب عبد الله المؤمن ظهرت آثارها في جميع سلوكه وتصرفاته، فأصبحت جميع جوارحه وجميع أعضائه لا تفعل ولا تترك إلا ما تعلم أن فيه حب الله جل جلاله، إلا ما فيه محبة الله جل جلاله. لأنه يريد هذه المحبة ويبحث أو يترجم عن هذه المحبة بالعمل الصالح، كما قال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. فالمحبة الكاملة لله جل وعلا من أبرز دلائلها وأبرز شواهدها الطاعة الصادقة. ولذلك لا يمكن للإنسان أن يظهر حبه الصادق لله جل وعلا على أكمل الوجوه إلا بالمتابعة. وقد يكون العبد محبا في قلبه مقصرا في قالبه، بمعنى أنه يحب الله في قلبه ولكن جوارحه قد تتلبس ببعض المعاصي، فهذا نقصان في المحبة. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلد شارب الخمر وسب الصحابة هذا الشارب قال: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم، إنه يحب الله ورسوله. فدل على أن القلب قد يكون محب لله جل وعلا ولكن الجوارح تقصر في هذه المحبة. فالناس في حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على مراتب. إذا كملت محبة الله ورسوله لا يمكن أن يقدم شيء على حب الله ورسوله. وإذا أردت أن تراه في أجمل حلله وأبهى صوره فانظر إلى سيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم متغلغلا إلى أعماق قلوبه، حتى إن المرأة تفجع بأبيها وابنها وزوجها فتقول: ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت حياتهم كلها تدور فقط ما الذي أمر الله فنفعل وما الذي نهى الله فنترك. ومن دلائل المحبة الصادقة التسليم. الرجل يأتيه الأمر والمرأة يأتيها الأمر عن الله ورسوله، فإن كانت محبة لله ورسوله تقول: سمعت وأطعت. ولا يمكن أن تراجع أو تستفهم أو تستشكل، لكن المهم عندها هل قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر؟ إذا قيل لها نعم قالت سمعت وأطعت. جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قول الله تعالى: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فعظمت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: الذي نخفيه والذي نظهره يحاسبنا الله به. فخافوا من شدة هيبتهم لله سبحانه وتعالى، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكون إليه هذا الأمر العظيم من خوفهم من التقصير. فقال صلى الله عليه وسلم لهم: ما زدتم على ما قالت بني إسرائيل، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا نزل الفرج من الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخر الآية. فالذي يسلم ينال المحبة وينال التوفيق وينال المعونة.
فلما كملت محبة الصحابة لله ورسوله كمل تسليمهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، حتى إن علي رضي الله عنه أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم خيبر وقال له امضي لوجهك، ثم إذا نزلت بالقوم فادعهم، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الدعوة في الحرب. فمضى علي فأراد أن يراجع النبي صلى الله عليه وسلم في أمر، وتذكر شيئا يريد أن يسأل عنه، ما الذي كان منه من كمال التسليم رضي الله عنه وأرضاه؟ رجع القهقرى ووجهه إلى أمامه، لأنه تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له امضي لوجهي، فما استطاع أن يلتفت أو ينحرف، ولكن وقف وسأل النبي صلى الله عليه وسلم ووجهه تلقاء المكان الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم من بينه. ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد الناس لأبي بكر أن يحل راية النبي صلى الله عليه وسلم من أسامة، فقال لا والله لا أحل راية عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت قلوب تعظم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وتجل الوحي الكتاب والسنة. فالذي يريد أن يظهر محبة لله ورسوله فلينظر إذا قيل له افعل كذا الله يأمره، إذا وجد من نفسه المحبة والإجلال والتسليم والعمل والمباشرة بما أمر به فليحمد الله على هذا التوفيق، وليعلم أن الله قد وفقه لمحبة صادقة.